بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، أخذنا البدل من الخوف، العبادات من العبادات من الخوف. وصلنا إلى الأصل القسم الرابع لما قسمنا في دراسة الأصول الثلاثة. نعم. وفي هذا القسم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسئلة وأجاب عنها، حتى إذا سئل تعرف ما هي الإجابة. ثم بعد هذا ذكرنا ما يتعلق ب أخذنا الدعاء، أقسام الدعاء، دعاء عبادة ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة إذا صرف الغير لا شرك كما صلى وصام حد غير الله. دعاء العبادة هذا هو دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان الحال. هنا الله، خلي الورقة عندك أوقف. دعاء العبادة هو دعاء بلسان الحال، صلى وصام وحج لغير الله. حتى عندما يعني مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب العلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، حالك تريد ماذا؟ كأنك داعي، تريد الجنة ولا تريد النار، صحيح؟ أي نعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت النبي يوم عرفة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ذكر، لكن هي دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان الحال. أما الدعاء بلسان المقام، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء المسألة. إذا دعاء العبادة دعاء بلسان الحق. نعم. والثاني دعاء مسألة دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف لغير الله شرك، طلب الولد، طلب الرزق، طيب. وفيما يقدر عليه المخلوق يجوز بأربع شروط، يصح لكن بشروط أربع. الأول قادر، أن يكون قادرا، أن يكون حيا. انتبه رأسك. نعم، أن يكون حيا، الحي خرج بهذا الميت. نعم، قادر، فلو طلب من الميت شرك أكبر. نعم، قادر خرج بهذا العاجز، وهذا مثل. نعم، الحضور حاضر، حاضر خرج بهذا الغائب. نعم، وأن يكون يعتقد به سببية، سبب يعني غرق في البحر، غرق في البحر وينادي فلان على الشاطئ يقول يا فلان أغثني أغاثك الله، يصح؟ يصح. هو غرقان في البحر، غارق في البحر وهذا على الشاطئ يقول يا فلان قثني أغاثك الله، جائز هذا. لماذا؟ لأنه حي وحاضر وقادر، اعتقد أنه سبب. نعم. انحرق المنزل، قدر الله سبحانه وتعالى عليه، فاتصل على الدفاع المدني، على الشرطة، يصح؟ يصح ولا أشكر. غارق وينادي الولي الذي في الهند وهو غارق هنا في تركيا، لا يجوز، لا يجوز. نعم، شرك. شرك. نعم، ما يصح. لا لا، ما يصح. طالب علم لابد يحدد الحكم. الشرك أكبر أو أصغر؟ هذا الشرك. نعم. أكبر. أكبر. نعم. أي نعم. فما يصح أن تقول لا يجوز. واحد يسأل يقول ما هو حكم الطواف حول القبور؟ تقول لا يجوز. نعم. الشرك أكبر. شرك أكبر. مفهوم؟ نعم. طيب. حي وحاضر وقادر، الرابع خرج بهذا، ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خلف الكون فهذا شرك أكبر، أو بيده جلب المنافع ودفع المضار. بهذا قسمنا أخذ الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. أخواننا يتكلم، الذي وجه لي السؤال
الله يرضى عنكم. طيب تفضل. نعم، أقسام الخوف. أخذنا درس الماضي منك. ولا قسم واحد. أقسام الذبح. ذبح لله. ذبح لله مثل ذبح جائز. ذبح لله هدي، أضاحي، عقيقة، صدقة. ذبح جائز مثل ذبح العامل. مثل تذبح لمالك حتى تأكل، تذبح حتى تبيع جزء. في ثالث ذبح. ذبح حكمه صحيح، جائز، محرم، شرك أكبر، شرك أصغر. شرك أكبر لمن؟ لغير الله محبة وتعظيم. ذبح للجن لأصحاب القبور. يلا مرة أخرى. الأول ذبح لله. ذبح لله هذه راح عقيق أو صدقة. الثاني ذبح جائز. ذبح جائز شاة اللحم والتجارة وإكرام الضيف. الثالث ذبح لغير الله حكمه محرم. قلنا لا تقول محرم يا أخي، اتق الله. ممكن هذا يسمع شرك أكبر يخاف، لكن محرم ممكن شرك أكبر. لغير الله محبة وتعظيم مثل الذبح للجن لأصحاب القبور. في وجه السلطان محبة وتعظيم. فتح الله عليك، اجلس. من يذكر لي أقسام الخوف؟ آخر واحد. واجب ومباح ومحرم. ايش؟ صار الخوف يا أخواننا بعد يتكلم. الأول واجب. خوف واجب صرفه لله، ومن صرف لغيره هو شرك أكبر. خوف عبادة وتعظيم وسر. الآن في رمضان ما يراك أحد وحدك، لماذا لا تأكل وتشرب؟ خوف سر صح؟ هنا الثاني جائز. خوف من ماذا؟ خوف طبيعي. خوف طبيعي من ماذا تخاف؟ خوف طبيعي من النصوص، من قطاع الطريق، من النار، من السبع. الثالث خوف محرم. خوف محرم والخوف المؤدي لقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. اجلس. عندي سؤال إخوانا اللي يعرف يرفع اصبعه. نحن في مجلس علم، ما حكم الخوف من الجن؟ حكم الخوف من الجن من الذي يعرف؟ ما حكم الخوف من الجن؟ تعرف؟ لا وقت شرك أكبر. فتح الله عليك، خليك واقف. في أحد يخالفه؟ بسم الله. شوف قد يكون لا، خليك واقف. إيش حكمه؟ قد يكون شرك أكبر غيره. في أحد يخالف هذا؟ شرك أكبر؟ طيب في أحد عنده غير هذا؟ نعم نقص في الإيمان. خليك واقف. من غير إخواننا حكم الخوف من الجن. سبحان الله. نعم ناخذ. حكم محرم. تعرف محرم. محرم. خليك واقف. غيره. من يعرف إخواننا حكم الخوف من الجن؟ نعم. خوف جبلي. خوف جبلي طبيعي. طبيعي. تخاف من الجن أم لا؟ نعم. نعم تخاف من الجن؟ أنت ما تخاف من الجن؟ أبد؟ ولا مرة خفت؟ معقول؟ ما يعقلها؟ موسى عليه الصلاة والسلام خاف من الجن، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. خاف أم لا؟ هذا ما حكم الخوف؟ هذا شرك أكبر؟ بس الحمد لله. كيف تقول شرك أكبر؟ خطأ. حتى هذا مخطئ يقول طبيعي جائز خطأ. أسباب هذا الذي أصاب بإذن الله. اسمع اسمع للتفصيل. نعم فإذا كان خوف هذا الذي يخاف من الجن، نسأل تخاف من الجن؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ قال أقول أقرأ آية الكرسي وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا أنا وحدي ولا أسير وحدي، فهذا خوف طبيعي جبل جائز لا يلام علينا. الثاني نسأل هذا تخاف؟ قال نعم أخاف. ماذا تصنع؟ قال أذبح لهم وأستعيذ بهم، فهذا فهمت الآن؟
إذا ما حكم الخوف من الجن؟ طبيعي. حول ولا قوة إلا بالله. قبل قليل تقول شرك أكبر. والآن طبيعي. ما حكم الخوف من الجن؟ فيه تفصيل. نسأل هذا الذي يخاف. ماذا تصنع؟ قال أقرأ آية الكرسي وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أنام وحدي. فهذا طبيعي جاد. وإذا كان يذبح ويستعيذ بهم فهذا فأنت الآن اجلس. إذا حكم الخوف من الجن فيه تفصيل. ذكرنا لكم الدليل. طيب بعد ما دخل الدعاء والذبح والخوف التوكل. اوقف اخواننا لا احد يتكلم يرفع اسمه اللي يعرف يرفع اسمه. التوكل. التوكل ما هو التوكل؟ ثلاث اشياء في التعريف. قلنا توكل لله. لا لا ما اخذنا اقسام التوكل ان شاء الله في كتاب التوحيد. تعريف التوكل اعتماد على الله. صدق الاعتماد على الله مع الثقة. مع الثقة به والأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب المشروعة. الحمد لله ما شاء الله فتح الله عليك. الخشية. ما هي الخشية؟ هذا من الدرس الماضي. نعم هي خوف والتعب. الخشية الخوف المبني على علم عرض من الشوكة من السلطان فتح الله عليك. غير ما أخذ هذا انتهينا من القصة. لا بقي هنا ما حكم من صرف شيء من العبادة لغير الله؟ نعم شرك أكبر. مشرك شرك أكبر. والدليل؟ الدليل قوله تعالى وما يدعو مع الله. من يدعو مع طيب الله. يا أخواننا أمر مهم جدا خطير جدا إطلاق الأحكام على الأشخاص. إطلاق الأحكام على الأشخاص. مشرك شرك أكبر، مشرك شرك أصغر، كافر، مبتدع، ضال، حزبي، كذا. احذر، هذا ليس لك. الحكم على الأشخاص، إطلاق الأحكام على الأشخاص هذا ليس لك. هذا لمن؟ للعلماء. حكم العلماء على فلان لأنه كافر كفر أكبر ما لا تسمع. ترجع للعلماء. لكن أنت الآن لست أهلا للتكفير ولا للتبديع ولا للتفسيق ولا غيره. مسألة خطيرة جدا. وبهذا كان نسأل الله سبحانه وتعالى هداية والسلام والعافية مزلق الخوارج تكفير بالجملة. فالتكفير الأشخاص تبديع الأشخاص هذا ليس للعلماء. أي علماء؟ علماء الرب الكبار علماء. ولو ردوه للرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين استنبطون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلى قليل. نحن الآن هنا نتعلم الحكم على الفعل. رأيت إنسان يذبح لغير الله محبة وتعظيم تقول هذا الفعل شرك أكبر. لكن هذا الفاعل ماذا تصنع فيه؟ تأخذه إلى العلماء هم يقيموا عليه الحكم. مفهوم؟ أما أنت تقيم الأحكام على الأشخاص هذا ليس لك كلام. سؤال جاءتك مرة وقالت قال لي زوجي كذا وكذا هل أنا طالق أم لا؟ تفتيها؟ لماذا؟ لأنك طالب علم. إذا خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليه، صحيح. ما بالك خروج إنسان من الدين بالكلية. واليوم تجد أناس يحكمون بالتكفير بالتبديع بالتفسيق بكذا ومجرد أي كلام. ما يمكن. نرجع للعلماء، حكم العلماء الحمد لله، توقف. قال العلماء من فعل هذا فهو كافر كان من كان، مثل المستهزئ سب الرب سب الدين سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كافر كان من كان، رجعنا للعلماء قال هو كافر خلاص انتهى الامر. مفهوم؟ اذا يا اخواننا نحن الان نتعلم الحكم على الفعل، اما الحكم على الفاعل لابد من اقامه الحجه وانتفاء الشبهه، فاذا حكم العلماء ماذا نصنع؟ نكون معهم. توقف العلماء توقف. مفهوم؟ مسألة خطيرة جدا. طيب ثم بعد هذا بدأنا بالأصل الثاني وانتهينا منه لله الحمد. من يذكر لي الأصل الثاني من الأصول الثلاثة؟ نعم معرفة الدين الإسلام بالأدلة. وقلنا الأول لابد أن نعرف من هو المسلم، ولأنهم أرادوا إعداد الإسلام ألا نعرف شيء عن الإسلام أصلا. نعم
من هو المسلم؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واستطاع. صحيح. قال نعم نعم في الحديث هذا أتكلم نعم في الحديث قال الإسلام نعم تشهد أن لا إله إلا الله نعم عرف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له الطاعة لابد من عمل والبراءة من الشرك وأهلها هذا تقدم معه فتح الله عليك. من يذكر لي مراتب الدين؟ إخواننا الدرس الماضي أخذنا نعم الإسلام والإيمان إسلام وأعلم من الإسلام إيمان وأعلم من الإيمان إحسان وكل مرتبة لها أركان. أركان الإسلام كم؟ أركان الإسلام خمسة والإيمان إيمان ستة والإحسان الله يفتح عليك. اجلس. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ تقريبا نعم اعتبر أصلا لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا لا معبود بحق ولم نقل لا معبود إلا الله؟ لأنه لابد في لا إله الله من ماذا؟ من تحقق شرطين من ركنين كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. مهم ولا ما ترفع الشهادة. ولو قال معناها لا معبود إلا الله معنى هذا أنه صح عبادة كل ما يعبد من دون الله. لا إله نافع جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت عبادة إلا وحده لا شريك له. وقلنا في شهادة أن محمد عبد الرسول نجمع له عليه الصلاة والسلام بين أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فمن صرف شيء من العبودية من الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يشهد أنه عبد. ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه عبد. صح؟ فتح الله عليك. طيب بعد هذا الإيمان أن أؤمن بالله وملائكته تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وتؤمن بالقضاء والقدر الخير الله يفتح عليك. هذا كان الإيمان ستة وأخذنا أقل ما يقال شرح كان الإيمان وأخذتم الأوراق معكم إلى المغرب. الذي لا يعتنى بورقة يمشي أحسن. طيب نعم احنا ما بدنا احد يمشي اوكي لابد ان يكون لدينا كبش فداء هذا مهم جدا. نعم انه لو عندما يتأدب واحد يعتبر البقيه ان شاء الله يعني ما يكون هذا صلى الله عليه. طيب اذا الاسلام وشرحنا الايمان. من يعرف لي الايمان عند اهل السنه والجماعه؟ الله بقي علم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم يا أخي ما شاء الله ما قبل اللسان خمسة أشياء قلنا في التعريف لو اختل واحد هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. قول باللسان اللسان اعتقاد بالقلب واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أركان. ما هي الأركان؟ لا أحد يتكلم أخر الأركان؟ نعم عمل بالجوارح أركان. ما هي الأركان؟ يعني الأطراف مثلا تبغى الجوارح شيء أعضاء الجسم. طب هذا إذا إذا نقول عمل الجوارح فقط لماذا نقول أركان؟ الجوارح عمل الجوارح فقط يزيد بالطاعة فقط لا لأنه كذلك للقلب عمل هذا هو. قل عمل القلب وعمل الجوارح وارتاح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أجلس. يقول يعتقد بقلبه لكن ما يصرح بلسانه مؤمن أو كافر؟ هو مؤمن بس ناقص إيمان. يا أخي تصبر على اتركوا. يعتقد بقلبه لكن ما قال بلسانه لا إله إلا الله. ليش ما قال؟ الحمد لله. لا يعني أئمة الكفر على هذا تركنا ما قلنا مجبر لا قل لك إنسان طبيعي جدا. أرجوك يا أخي. الحمد لله. كافر. فرعون يعرفها ومقر بهذا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. كافر. نعم أنت متكفر على هذا اعتقاد بالقلب. في أحد على وجه الأرض في يوجد واحد على وجه الأرض ولا أعرف أنه مخلوق؟ أكيد.
ما يوجد. لا يوجد أحد إلا يعرف أنه مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. حتى النمرود يعرف أنه مخلوق. ما يعرف؟ والله يعرف. هنا اجلس. طيب. وشرحنا أركان الإيمان وذكرنا الإسلام. نبدأ بإذن الله تعالى الآن في بيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر لي؟ أقل أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معي؟ نعم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فتح الله له من العمر كم؟ يا أخوان يأتيك السؤال ما تجيب بإذن الله بجيب. نعم، كم له من العمر؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في هذه الدنيا؟ ثلاثة سنين. قبل النبوة؟ أربع سنة. وكم نبي ورسول؟ 23 سنة. هل هو نبي أو رسول؟ نبي ورسول. نبي ورسول. سؤال هو هل هو نبي أو رسول؟ رسول. ولا هو نبي أو نبي ورسول؟ هو نبي ورسول. مد بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ نبي أبي إقراء وأرسل. هذا الحفظ، هذا ثمرة الحفظ. نبي أبي إقراء. إذن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعت أحد العلماء يقول أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا المدثر، نقول صحيح، هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرا. اول من امن من الرجال ورقه بن نوفل رضي الله عنه، نعم هذا بالنبوه. واول من امن برساله النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فهمت؟ نبي اقرا ورسل المدثر. بلد مكه. اللهم انت تصدق، قد لا تصدق. عندنا يعرف الاخ اختبار القبول في المعهد، معهد في المدينة، اختبار القبول. يأتينا طالب من المدينة لأنه لا يقبل طلاب بعثات وكذا، طلاب من المدينة. في سؤال اختيار ثلاث اختيارات. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث اختيارات: الحبشة، الطائف، المدينة. تتخيل طالب في المدينة ممكن يشكل عليه إشكال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وكذا ويكتب الطائف، لكن يكتب الحبشة؟ ولو تسألوا عن لاعب، عن كرة، عن كأس العالم يعرف. صح؟ الله. في اختبار الصف الثالث المتوسط أريد أن أسأل سؤال في باب من جحد شيء من أسماء الصفات. تكتب توحيد، كتب سؤال: ما حكم الإيمان بالأسماء والصفات؟ تتخيل طالب في الثالث المتوسط يكتب لي شيء؟ عجيب. في الأول الثانوي سؤال: أركان الإيمان، اختيار 5 6 8، ممكن اختبار كذا يضع 5، ممكن يضع 8. فما بالك الآن يعني بعض المناطق. أخواننا أمر عظيم والله. أخواننا التوحيد، أرادوا تغريبا عن التوحيد وترك التوحيد. نبي بأقرأ ورسل المدثر ولد ماك هاجر إلى المدينة. طيب ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد نعرف دعوة النبي. إذا ماذا يدعو؟ نعم، التوحيد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد، وأنت ما تدعو للتوحيد؟
يدعو الى التوحيد وينذر عن الشرك الى ان توفاه الله، منذ ان بعد عليه الصلاه والسلام يدعو الى التوحيد وينذر عن الشرك حتى هو على فراش الموت يحذر من الشرك ويدعو الى التوحيد. هذه دعوته. نعم، بعثته. الى من بعث؟ الله يفتح عليك. الى قوم خاصه؟ لا. الى العرب؟ لا. الى الانس؟ لا. الى الانس والجن؟ نعم، الى الثقلين. الله يفتح عليك. طيب ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ انه بعث الى الثقلين. انه لا يستطيع احد ان يتخلف عن شريعه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. كل من بلغته، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول كل من بلغته دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر اكبر كائنا من كان. صح؟ اذا اليهود والنصارى اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوه لم يدخلوا في الدين، هم كفار ولا احد يشك في كفره، حتى وان كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. قول من؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام. فتح الله عليه. طيب، دعوته وبعثه، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ من يعرف؟ بقينا نعرفه. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، عبد يلحق وما يلحق البشر، مات عليه الصلاة والسلام. هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو بقي شيء لم يبلغه للناس؟ نعم بلغ. أجلس. نعم بلغ الرسالة وإنه ما معنى هذا؟ لأنه بلغ. طيب، هذا الذي يبتدع في دين الله، جاءنا فلان من الناس وقال جاءني النبي عليه الصلاة والسلام البارحة في المنام وقال يا فلان صلي على صفة كل كذا، ايش تصنع؟ هذا مبتدع كاذب. سبحان الله. اقول لك قال جاءني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال يا فلان صلي على صفة كل ادعو بدعاء كل، ايش تصنع؟ ننظر في هذه الرؤية ما رأى في بالنسبة للشيء، وافقت استأنس به، ولم توافق نقول كذبت والله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يأتيك، لأنه معنى هذا أنه أبقى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يبلغه للأم، قال هذا خاص بي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا خصوصية لك، نقول ما العبادة لا يوجد، يقول شيخ الإسلام لا يوجد حكم في الشريعة خاص بالإنسان بعينه. يوجد؟ ها؟ أبد ما يوجد أي حكم في الشريعة خاص بالإنسان بعينه. عبادة الكل، صح؟ حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. إذا هذا كاذب اللي يقول كذب. لكن قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان اتق الله. ما تقول؟ قل ها على الله على الشريعة، وافق الشريعة، استأنس بها. نعم. فتح الله عليك. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر الخاتمة، الخاتمة هذه ذكر فيها الخاتمة تبدأ من أين؟ والناس إذا ماتوا يبعثون. طيب، كتب الله سبحانه وتعالى أن الناس يموتون في هذه الدنيا وله، حتى عيسى عليه الصلاه والسلام في اخر الزمن ينزل ويموت. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. البعث ينكر الكفار ممكن. ثم ذكر الهجرة. ما هي الهجرة؟ من يعرف؟ نعم يا اخي. الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام. اليوم يسمي بعض الناس الانتقال من بلد الاسلام بلد الكفر هجرة. بالعكس. نعم. بلد الكفر بلد الإسلام. طيب. وهي باقية إلى قيام الساعة.
أقسام الهجرة أو أنواع الهجرة ثلاثة، من يعرف أنواع الهجرة؟ هجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت ولله الحمد فتح مكة، وهذه في بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لم تكن تعود بلد كفر، لا هجرة بعد الفتح. هذا واحد، هجرة مكة إلى المدينة. الثاني تهجر ما حرم الله. طيب هذه باقي هجرة من بلد الكفر بلد الإسلام، باقي القيام الساعة فتح الله. متى يغلق باب التوبة؟ من يعرف متى يغلق باب التوبة؟ نعم يا أخي. عند الغربة أو طلوع الشمس مغربا، الله يفتح عليك. نعم. طيب من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، من يعرف أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت؟ أخواننا يسأل، قل ما هو الطاغوت؟ فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، نعم. لا خلاص كن طاغوتا من بالله. أجلس. أردت مثله. تعرف ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ كل ما الطاغوت كل ما زاد به العبد كل ما بلغ أو زاد به العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع. كل ما لحظة أنا بتذكر. أنا معهم. لحظة. خذ لحظتين. لحظتين؟ ما تجاوز به العبد. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع. أو متبوع أو مطاع أو مطاع. طب غير كثيرون رؤوسهم خمس. نعم. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود مثل الأحجار والأشجار، لو عبدها أصبحت طواغيت. نعم. متبوع أو مطاع. متبوع وراء خارجين عن طاعة الله، لا طاعة علماء خارجين عن طاعة الله. نعم. مطاع وراء خارجين عن طاعة الله. فتح الله عليك. يقول الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، من يذكر لي رؤوس الطواغيت الخمسة؟ خمسة طواغيت. نعم. إبليس لعنه الله. إبليس لعنه الله، نحن لا نلعن إبليس، نحن نخبر أن الله سبحانه وتعالى عن إبليس أن يطرد من رحمة الله. ماذا تصنع عن تستعيذ بالله منه؟ أنه لو لعن إبليس تعاظ كما ورد في الحديث. تستعيذ بالله منه، تخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن إبليس أن يطرد من رحمة الله. الثاني من عبد وراء. من عبد وراء، لو جاء إليك إنسان وانحنى لك ماذا تسمع؟ تقول أحسنت بارك الله فيك، هكذا قالوا علماء. فأنت طاغوت لا شك فيك. إذا انحنى لك إنسان إما أن تنكر أو تكون طاغوت، صح؟ صحيح هذا. لو جاء لك إنسان وقال ما شاء الله وشئت، ماذا تقول له؟ تقول بارك الله فيك، بطل. والله هكذا يعرفهم العلماء. طب ماذا تقول له؟ من يعرف؟ نعم. ما شاء الله ثم شاء فلان. أو ثم نقول. أجعلت لله ندا؟ تقول له هكذا كما أجاب النبي، بل ما شاء الله وحده أعلم أقدر. فتح الله عليك. طيب هذا من عبد وهو راض. يعني الآن بعض الناس يأتي يسلم ينحني لك، إيش تصنع؟ أرفع. فهمت؟ أو تسكت؟ أنا أقول له أجعلت الله. تبي أقول له هذا تحية. تحية. صح؟ تحية. يا صح؟ ها؟ ورفع أبوها عن عرش وخر له سجدة. احتج بها، إيش تقول؟ يقول يصح السجود لغير الله، هذا الدليل. هذا لم يكن في شرع. هذا ليس بعبادة، هذا عبادة ما يمكن تصرف لأحد، ما يمكن تصرف لموسى عليه الصلاة والسلام، لعيسى، ليوسف، لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا والله ما يمكن. هذا ما هو عبادة، ما يمكن، ما يمكن أن تصرف عبادة لغير الله قطعا إطلاقا أبدا، أجمع الأمة على هذا. ثالث من دعا شيئا من الغيب.
الثالث؟ ما ادعى شيئا ما ادعى. اعطناك لحظتين وما تعطي الا نعم. ومن دعا من دعا اساسا عباده نفسه مثل فرعون قال ما علمت لكم من اله غيري. والثالث الرابع من ادعى شيء من علم الغيب. لو قالت قوم القيامه في يوم كذا غدا النتيجه 2-0 يسجل الهدف الاول فلان وهدف الثاني فلان. هذا ادعاء علم الغيب ابناء كوره. هذه كوره نلحق وراها بعض الناس. والخامس ومن دعا الناس الى عباده نفسه ذكرنا. الخامس من حكم غير ما انزل الله. الحكم غير ما انزل الله ياتينا ان شاء الله تعالى كتاب لكن نريد نعرف هنا هذا الطاغوت اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله لا يصح او حكم فلان من الناس او حكم القوانين والطواغيت مثل حكم الله احسن فهذا ان اعتقد كافر كفر اكبر طاغوت. مفهوم؟ طيب ثم ماذا ذكر بعد هذا؟ ذكر ماذا ذكر المؤلف بعد هذا؟ نعم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها اقسام الجهاد قبل ختم هذا الصلاة عن أعرف أنا قبل بعد ما ذكر الطواغيت كثيرا رأس الخمسة وفي الحديث لا أحد يتكلم رأس الأمر الإسلام. نعم وفي الحديث رأس الأمر الإسلام في الحديث رأس الأمر الإسلام. إذا قطعنا الرأس مات الجسد. إسلام استسلام لله التوحيد وقدر بالطاعة البرامج الشرك وهذه مراتب ثلاثة أخذنا رأس الأمر الإسلام وعمود الأعمدة التي يقوم عليها البناء الصلاة فمن ترك فقد كفر وعمود وذروة سنامه الجهاد جهاد في سبيل الله. من تجاهد في سبيل الله؟ اجلس. ابن القيم ذكر أن الجهاد في سبيل المجاهد لا بد يجاهد أربع. هذا الجهاد أنواع جهاد أربع. تجاهد النفس والشيطان والكفار والمنافقين ومجاهدة المعاصي والبدع والمنكرات. كم؟ أربع أشياء. جهاد نفس وشيطان كفار ومنافقين وبدع ومعاصي ومنكرات. أربع. هذا جهاد. من تجاهد هذا في كتاب الجهاد تجدها في زاد المعاد من كلام ابن القيم رحمه الله. مجاهدة النفس كيف تكون؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. مجاهدة القلب. لا اجلس وراك. مجاهدة النفس تكون بترك الشهوات وفعل الطاعة. خليك واحد. أول درس ذكرناها. نعم يا أخي. مجاهدة النفس تكون في العلم. بالعلم والعمل والدعوة والصبر على إذن الناس. سورة العصر. جهاد النفس. صح؟ الثاني جهاد النفس والشيطان. مجاهدة الشيطان. الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم سمي بهذا الاسم لأنه يرجم بني آدم من طريقين. يرجم من؟ بني آدم من طريقين. طريق شبهات وطريق شهوات. شبهات بدعة وشرك. الشرك أكبر أصلا. إذا لم تسلك مع هذا الطريق جاءك من الطريق الثاني. شهوات صغائر كبائر. صح؟ إذا مجاهدة الشيطان بماذا تكون؟ ترك الشبهات ترك الشهوات. الحمد لله. جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والجوارح والمال. المال كيف؟ هذا الأخ يأخذ شيء من ماله واشتري بعض المطويات ويدعو بها الكفار. مجاهدة؟ والله مجاهد. الآن إخوان نحن الآن في سوريا مثلا بحاجة لما جهاد علم علم الناس التوحيد هذا أهم ما يكون. طيب يبقى جهاد المعاصي والبدع المنكرات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تغيير باليد للسلطان. فإن لم يستطع فبلسانه. تغيير باللسان للعلماء طلاب العلم. فإن لم يستطع فبقلبه. بعد هذا لا يبقى شيء. ثم ختم المؤلف رحمه الله
بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكل العلم على الله عنه وصلى الله على نبي محمد وصحبه وسلم. طيب الآن لله الحمد، يعني تقريبا مررنا على أغلب المسائل المهمة في شرح الأصول الثمانية. فبعد صلاة المغرب اختبار شفوي للكل، مفهوم؟ طيب اختبار تحليلي ما أدري يستطيع يعطوكم اليوم الأوراق تختبروا أو متى ما أعرف، نرى إن شاء الله تعالى، لعله يكون بعد العشاء اختبار تحليلي إن شاء الله، لكن بعد الدرس، بعد درس العشاء من الليل طويل ما شاء الله، وكان السلف يسهرون في العلم، يصح السهر في طلب العلم لا أشهر، لم أتي للنهار من أقول المشهر إن شاء الله، نسأل الله عنه، نسأل الله إخلاص. طيب تراجعوا لنا الآن، تجتمعوا تكتبوا الفوائد المستفادة من متن هذا المتن المبارك، وبعد صلاة المغرب اعتبر أنه عندنا اختبار شفوي. طيب بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ندرس متن القواعد الأربع، وبعد درس العشاء القواعد الأربع يكون اختبار تحريري في متن الأصول الثلاث. طيب لو قال لك قائل ما الفائدة؟ ما الفائدة من الدرس؟ ما الفائدة؟ درس الأصول الثلاث ما الفائدة؟ ما الفائدة من حفظ الأصول الثلاث؟ ما الفائدة؟ ماذا استفدت؟ هل استفدنا شيء من درس الأصول الثلاثة؟ إنه بعض الطلاب هدانا الله يقول هذا درس الأصول الثلاثة ما فيها شيء ولا تنفع الدراسة، وأنا درس الصغار، نحن والحمد لله نعرف التوحيد ونعرف هذا المسائل. نعم كثير يقول هذا، فتقول عرفت أنني طالب، ولابد أرجع إلى نصيحة العلماء الربانيين كبار العلماء في معرفة الكتب والمتون، أضبط أحفظ أسير على هذا الطريق. وعرفنا مثلا من درس الأصول الثلاثة أننا بحاجة للتوحيد، التوحيد في حياة القلوب، تعلق بالله لا بغير. نعم وغير هذا من المسائل إن شاء الله تعالى يعني تكون بعد صلاة المغرب. أخوانا أنا ما أطيل عليكم حتى تراجعوا في المسجد الآن وتكتبوا تتعاون فيما بينكم، فمعكم إلى صلاة المغرب، وبعد هذا يعني نسأل كل واحد معنا هنا، نسأل الكل إن شاء الله تعالى، كل واحد منكم لابد أن يجيب على السؤال إن شاء الله تعالى، فمعكم إلى صلاة المغرب، تذاكروا وتراجعوا وتكتبوا إن شاء الله تعالى، معكم الكتابة، كتابة شرح أركان الإيمان تكتبوها لي واستلمها إن شاء الله تعالى مع أذان المغرب. طيب صلى الله سبحانه وتعالى أن وفق جميع المحبوبات الله عنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.